قررت إنه أنا لازم أغير شكل أسناني، كانوا كتير مضايقيني، بستحي أضحك. anyway لحسيت بتخدير، لحسيت بوجع، كتير كان الموضوع سهل. يعني خلال أنا 7 أيام كنت مخلصة. صراحة انصدمت في النتيجة، أنا ما كنت بتوقع هيك. يعني هلأ صار فيني أضحك، صار فيني أحكي، صار فيني أقدم برامج، صار فيني أطلع أشوف الكاميرا. شكرت كتير الدكتور سيف، وبقول له عن جد تانكيو من كل قلبي. مرسي كتير دكتور.